وافق مجلس الشورى على مشروع نظام الانضباط الوظيفي الهادف الى حمايه النظام العام وضمان سير المرفق بانتظام وحسن ايضا اداء الموظف، وتشمل جزاءات تضمن اداء الموظف بواجباته بكفاءه وفعاليه والتزامه ايضا بقواعد السلوك الوظيفي. نتابع. مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام الانضباط الوظيفي، مشروع يهدف الى حمايه النظام العام وضمان سير المرفق العام بانتظام وحسن أداء الموظف، وأن تكون هناك جزاءات تضمن قيام الموظف بواجباته بكفاءة وفاعلية. ويراعي المشروع الذي يتكون من 25 مادة طبيعية الأجهزة الحكومية والأنظمة المطبقة عليها، حيث وحد نظام العقوبات على الموظفين أيا كانت مراتبهم، بما يمنح الوزير المختص خيارات أكثر في تحديد العقوبة المناسبة، إضافة إلى أن المشروع يحمل نقلات تطويرية نوعية تواكب أهداف رؤية المملكة 2030. لجنة الموارد البشرية والإدارة في الشورى استحضرت في تقريرها عند رفعه للمجلس اختلاف المرحلة التي صدر خلالها نظام تأديب الموظف الحالي عن المرحلة الحالية، حيث التنوع في الأنظمة الحاكمة لأوضاع الموظفين، لافتة النظر إلى الحاجة لمراجعة وتحديث الأنظمة واللوائح الحاكمة لأوضاع موظفي القطاع العام، كونها تشتمل على جوانب مهمة تنظم العلاقة بين الجهات الحكومية والموارد البشرية التي تعد المحرك الأساسي لهذا التحول بتلك الجهات، مؤكدة على التحولات التاريخية والمتغيرات الإدارية التي مر ويمر بها القطاع في المملكة خلال السنوات الخمس الأخيرة لتنفيذ البرامج والاستراتيجيات الهادفة لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تمثل تنمية الموارد البشرية فيها هدفا أساسيا. للحديث أكثر حول مشروع نظام الانضباط الوظيفي ينضم إلينا المختص في الموارد البشرية عبد الله الحربي. مساء الخير استاذ عبد الله، واهلا بك معنا في عين الخامس. بدايه استاذ عبد الله، مجلس الشورى يوافق على هذا المشروع، مشروع نظام الانضباط الوظيفي، كيف رايت هذا المشروع؟ مساء الخير. مساء النور. شكرا على التواصل وشكرا للمسؤولين بالاخباريه. حياك الله. واجب الفكره ما فيها انه يعني الكفاءه الموظف الحكومي، احنا نلاحظ يعني من بعد ولله الحمد رؤيه 2030 ارتفع الأداء بشكل كبير، وارتفع الانتظام والانضباط الوظيفي للموظف الحكومي بشكل كبير. ارتباطه بالأهداف الرؤية وبرامج الرؤية جعل الأمر محفز جدا للانضباط، بغض النظر إن كان النظام موجود أو لا، ولكن مع وجود النظام الجديد، وأنا أشكر المسؤولين اللي قاموا على إعداد النظام وأعضاء مجلس الشورى اللي وافقوا على النظام، رايح يعجل أو يسرع في عملية الانضباط بشكل كبير، ويساعد المسؤولين في الدوائر الحكومية من الوزير إلى أقل مسؤول في إدارة من الإدارات في الجهات الحكومية على ضبط النظام، وضبط النظام في الجهة الحكومية وانتظام الموظفين والرفع من كفاءتهم، خصوصا مع انطلاق أنظمة أخرى مساعدة في الموارد البشرية ووزارة الموارد البشرية في تقييم الأداء وجعل أهداف محددة لكل موظف، بحيث أنه يكون هو مرتبط فيها وترتبط في أدائها السنوي وفي تجديدها السنوي. بالإضافة أن هذا النظام أعطى صلاحية أعلى من النظام السابق، بحيث أنه المسؤول يقدر يحاسب المقصر. ولو نرجع قليلا يعني لفترة الكورونا الماضية والعمل عن بعد، أثبت الموظف الحكومي يعني انتظام وارتفاع كبير جدا في الأداء، لاحظناه احنا كمستفيدين من الجهات الحكومية، ولاحظ كذلك التقارير والإنجازات اللي تمت خلال الجهات الحكومية. أتذكر يعني على سبيل المثال وزارة التجارة أعلنت بعد انتهاء فترة كورونا عن عدة مشاريع يعني بالعشرات كانت تحت الدراسة وتمت اعتمادها ومراجعتها وإقرارها والإعلان عنها خلال فترة كورونا. هذا يثبت أنه نعم، العمل مرتبط بالإنجاز أكثر مما هو مرتبط بالحضور أو الانصراف. طيب أستاذ عبد الله، أنت أثرت نقطة أنه هذا النظام يعطي المسؤول صلاحية أعلى من ذي قبل. طب هل المسؤول لم يكن لديه صلاحيات قبل؟ هل هذا معقول أستاذ عبد الله؟ الصلاحيات كانت محدودة، خصوصا أنه لما لاحظ الفرق ما بين القطاع الخاص والقطاع العام، القطاع الخاص
كان يعتمد على عقود سنوية أو عقود غير محددة المدة، بحيث أنه مرتبط بنظام العمل الذي يقوم عليه وزارة الموارد البشرية، ويحدد في تقييم أداء وفي بنود معينة للاستغناء عن الموظفين الأقل كفاءة، بينما هذا لم يكن موجود في القطاع الخاص أو في القطاع العام. طيب أستاذ عبدالله، أنت تحدثت عن كفاءة الموظف الحكومي وارتفع بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وهنا أيضا تحدثوا عن حسن أداء الموظف، أن تكون هناك جزاءات تضمن قيام الموظف بواجباته بكفاءة. طب هناك كفاءات ولم يعطى لها مميزات، لماذا دائما نذهب يا أستاذ عبدالله بصراحة إلى العقاب إلى الجزاءات؟ لا، هو معاقبة المقصر هي مكافأة للمجد، فلما يكون في مجموعة من الموظفين في إدارة معينة ويلاحظون أنه في محاسب للمقصر فهو مكافأة للمجد، بينما العكس سابقا أنه المقصر لا يحاسب وإنما يعني يعامل معاملة الموظف الكفؤ، بالتالي ما يحسون في توازن. أنا أعتبر أنه محاسبة المقصر هي يعني مكافأة للشخص المجد والشخص الذي يعني يقوم بعمله على أكمل وجه. يعني تتوقع هذا النظام سيضبط كل شيء أستاذ عبد الله؟ إن شاء الله، لأنه هذا النظام وأنظمة أخرى متعلقة في إدارة تقييم الموارد البشرية في القطاع العام، يعني لاحظها خلال السنوات الأربع والخمس سنوات الماضية بالتزامن، يعني ما بين فترة وفترة يصدر قرار أو يصدر تنظيم معين يساعد في رفع الكفاءة، وهذا الشيء اللي إحنا نلاحظه. يعني الآن ولله الحمد لو تلاحظ إنه المملكة العربية السعودية حققت إنجازات في تقارير التنافسية على مستويات مختلفة في القطاع الخاص، هذا ما نتج من فراغ، هذا نتج من ارتفاع كفاءة الموظف الحكومي. نعم، يعني بعد هذا المشروع أستاذ عبد الله، مشروع نظام الانضباط الوظيفي، سؤالي هنا ما مدى انعكاس هذا الانضباط على الموظف كإنتاجية وليس كانضباط دواء حضور وانصراف؟ طبعا لما يكون في نظام واضح وشفاف ويحدد المسؤولية ويعاقب المقصر راح يأثر تأثير مباشر على 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 كفاءة الإنتاج للموظف الحكومي وانضباطيته، والتحديد تحديد مسؤوليته وتحديد الأهداف اللي هو يعمل عليها، فبنام يكون فيه تقييم في نهاية السنة للموظف الحكومي ويكافئ المجد ويعاقب المقصر، بالتالي هذا أكيد راح ينعكس على خدمة الموظف الحكومي للعملاء بشكل مباشر وعلى إنجاز أهدافه الأخرى اللي هي متعلقة ببرامج الرؤية وبرامج 2030. نعم، أبقى معي أستاذ عبدالله المشاهد وإياك نظام الانضباط الوظيفي الذي وافق عليه مجلس الشورى. أعود إلى ضيفي المختص في الموارد البشرية الأستاذ عبدالله الحربي، أهلا بك من جديد أستاذ عبدالله. أستاذ عبدالله، أيضا في هذا المشروع، مشروع نظام الانضباط الوظيفي وأهداف هذا النظام، يحمل نقلات تطويرية نوعية تواكب أهداف رؤية المملكة 2030، هل يقصد هنا العمل على دورات للموظفين؟ والتطوير بأداء الموظف يرتبط ارتباط كامل في عدة عناصر، من أهمها التحفيز وتحفيز الموظف وبناء بيئة عمل سليمة، فبالتالي إذا كان من خلال التدريب أو من خلال المكافآت أو من خلال تقييم الأداء أو من خلال شهادات الإنجاز، كلها هذه عناصر يعني تحقق رضا الموظف وبالتالي تزيد من كفاءة الموظف. فلا لا لن نحصر النظام على أنه عقاب أو محاسبة المقصر، بينما أن في أنظمة أخرى من أهمها موضوع التحفيز الوظيفي، فهذه كلها تنعكس وترفع من رضا الموظفين في بيئة العمل الجاذبة. يعني هذه نقطة مهمة، هذا التحفيز الوظيفي
يبدو أن مشاكل كبيرة في المؤسسات الحكومية وحتى القطاع الخاص. طبعا عشان يعني نكون واضحين ودقيقين، صحيح، لازم نعرف أن هذا الأمر يحتاج وقت طويل حتى تبنى البيئة المحفزة. البيئة المحفزة لا تبنى بيوم أو ليلة أو بسنة أو سنتين، بينما تحتاج وقت لتغير الثقافة السائدة سابقا في عدد كبير من الدوائر الحكومية. والآن لاحظ يعني دخول أجيال جديدة وعلى كفاءة عالية وعلى تعليم عالي، يعني يبي ينتج عنه إن شاء الله يعني رفع أو تحسين كبير في هذه الثقافة. نعم، يعني أيضا أستاذ عبد الله، يعني هذا النظام أو هذا المشروع ربما برأيك سيكون هو المحرك الأساسي في المستقبل؟ صحيح صحيح. وكيف؟ لأنه أول ما يقر إن شاء الله، لأنه في مراحل أخرى للإقرار وتنفيذه، راح يكون يعني بيعطي الصلاحية إلى السلم الوظيفي في الدوائر الحكومية، ابتداء من الوزير إلى أقل مدير إدارة في الجهات الحكومية، وبالتالي بيكون معلن وواضح وصريح. وهذا أهم شيء، أنا أشدد على أنه لازم يكون معلن واضح لجميع الموظفين، لأن الموظف إذا أنت حددت له وش المتوقع منه في النهاية تقدر تحاسبه في نهاية السنة، بس إذا كنت ما أنت محدد له وش المتوقع منه ويعمل يوميا عمل يعني مهمة في مهمة، بالتالي لا تتوقع منه النتيجة كبيرة، لأنه أنت في النهاية أنت اللي تقود العمل. بينما الصح أنه الموظفين يعرفون أهدافهم من بداية السنة، بالتالي يعملون عليها بأريحية بالوسيلة التي يرونها مناسبة لتحقيق هذا الهدف. وأنت كمدير إدارة أو مسؤول في الجهة الحكومية تراقب النتائج وتراقب مؤشرات الأداء اللي هي تضمن لك الوصول للهدف وتحقيق البرامج الموضوعة للجهة بشكل يعني دقيق ومحدد. يعني تعتبر هذه استراتيجية؟ تعتبر استراتيجية أستاذ عبد الله؟ استراتيجية، والاستراتيجية يعني تعتمد على عدة عناصر. هذا واحد نعتبره أو ركائز. هذا النظام إن شاء الله بيكون أحد الركائز الأساسية لانطلاق هذا المشروع. نعم، كان معنا المختص في الموارد البشرية عبد الله الحربي. شكرا جزيلا استاذ عبد الله على هذا التوضيح وعلى هذا التفصيل.